مرحبا والسلام عليكم أصدقاء الأعزاء في حلقة جديدة من قصص العلماء والفلاسفة. بسم الله الرحمن الرحيم، غنبداو قصة ديال باروخ سبينوزا. بزاف ديال الأشخاص قولوا لي عاودنا قصة باروخ سبينوزا، يمكن قريتو في الفلسفة باروخ سبينوزا وعزيز عليكم باروخ سبينوزا، بغيتو نعاود. هو قصة ديال باروخ سبينوزا زوينة، واحد الإنسان لطيف باروخ سبينوزا. نعاودو القصة ديالو على بركة الله. باروخ سبينوزا الأصل ديالو يهودي، من اليهود، فهمتيني؟ هاد اليهود هادو كانوا كيعيشوا في اسبانيا، في اسبانيا في سنة 1600 والصرف، كانوا كيعيشوا اليهود في اسبانيا، وكانت كاينة محاكم التفتيش. وهاد اليهود هادو اللي في اسبانيا، الخوف ديالهم من محاكم التفتيش خلاهم أنهم يقلبوا الدين ديالهم. هما يهود قلبوا الدين ديالهم ولاو مسيحيين من شدة الخوف. واحد جزء منهم مشى للبرتغال، وواحد جزء بقى في اسبانيا. الجزء اللي مشى البرتغال هو اللي كينتمي ليه باروخ سبينوزا، هما اللي كاينه فيه العائله باروخ سبينوزا. هادشي علاش بعض المرات غتسمع باللي باروخ سبينوزا برتغالي، فهمتيني؟ هاد الناس هادو علاش قلبوا الدين ديالهم ومن على وديت محاكم التفتيش؟ وكيفاش القصه ديال محاكم التفتيش؟ الكلمه ديال محاكم التفتيش خطيره بزاف، راه بحال كتقول المافيا، اخطر من المافيا ب 20000 مره. هي محاكم التفتيش في ذاك الوقت. القصة ديال محاكم التفتيش الأصدقاء نعاودها ليكم باش تفهموا. سنة 1880 عطى نابليون بونابارت واحد المرسوم، خرج واحد المرسوم بإلغاء محاكم التفتيش من أوروبا. صافي غيحيدوا محاكم التفتيش من أوروبا. صيفط واحد المرسوم لإسبانيا مع واحد الوفد ديال الجيوش الإسبان باش يمشيو إذا كانت شي محكمة ديال التفتيش يحيدوها. مشاو الضباط الفرنسيين معاهم الجنود وواحد الجينيرال، مشاو لواحد القرية سمعوا باللي كاين فيها شي محكمه ديال التفتيش. مشاو دووا مع الناس ديال القريه، قال لهم اودي راه كاين واحد الديوان ديال التفتيش في واحد الدير راه في الجبل لهي، راه تما الا مشيتو تقدروا تلقاوهم شادين شي وحدين تما تيعذبوهم كيقتلوهم، ولا غتلقاو تما تلقاو تما كيعذبوا. هذاك هو الديوان ديال التفتيش كاين تما، كانت الشتا وكان البرد. مشاو الضباط واعضاء الجيش الفرنسي في ذاك الجبل هذاك الدير، دقوا في داك الدير، خرجوا لهم القساويصه الرهبان اللي معتكفين في داك الدير، زعما تيعبدوا الله تما في داك الدير. خرجوا ليهم ودخلوا الجيش والضباط باش يقلبوا الدير على ادوات ديال التعذيب ولا على سجناء مشدودين تما. بداو كيقلبوا الضباط، كيقلبوا ما لقاو حتى شي حاجه، لا ادوات ديال التعذيب ولا سجناء ولا حتى شي حاجه. هذوك القساويصه اولا داك الرهبان كيحلفوا بالحلف الكبير، يحلفوا بالحلف الكبير باللي هذيك الهضره اللي قالوا في داك الناس في القريه على وديش هاد الدير هذا فيه ديوان ديال التفتيش داكشي ما كاينش، وحنا ما عندنا ديوان ديال التفتيش حتى حاجه، حنايا غير قساويصه هنايا معتكفين تنعبدوا الله، ما تنديروا حتى شي حاجه حنا في الدير هذا. هو يخرج ليهم داك الرهبان الكبير ديالهم، القس الاكبر ديالهم، لابس واحد اللباس كحل وداير داك الطربوش، فهمتيني؟ بحال داك ملك الموت اللي كيقول زعما من جانيق بحال ما هكاك، وحاني راسو وكيعاود واحد الضابط فرنسي قال لك حاني راسو تيهضر بواحد الخشوع وبشويه مع داك الضباط الفرنسيين، هو كيعاود يقول لهم وليداتي ابنائي حنا ما عندناش داك الشيء وهذا الشيء كذوب، حنا ما عندنا حتى شي حاجه. وقال لك داك الضابط تكاد الدمعه تهبط من عينين ديال داك الاب اولا داك الرهيب، العينين ديالو بقاو يبكي، بغى يبكي كيقول كيدوي معاه ما عندنا والو من داك الشيء. داك الجينيرال الشيف تاعيا قلبوا جميع البلايص، عطى الاوامر ديالو للضباط والجنود بالانسحاب، قال لهم صافي غتنسحبوا من هاد الدير راه ما كاين فيه شي حاجه. وهما خارجين على الطريق واحد الضابط فرنسي قال لهم مون جينيرال واحد التجربه بغيت نجربها واحد الحاجه ومشيو بحالنا. قال لي جرب اشنو بغيتي تجرب؟ قال لهم جيبوا لي واحد السطل ديال الماء. جابوا ليه واحد السطل ديال الماء كبير، داك الرهابينه شدوا داك السطل ديال الماء مع داك الخرجيت الباب، كفح داك السطل ديال الماء، ضرب داك السطل ديال الماء مع الارض، كفحو غتكفح داك السطل ديال الماء مع الارض. وشنو تيبان ليهم؟ تيبان ليهم الماء نعم ولا هبط لتحت الماء، يعني كاين واحد القبو تحت هذاك الدير ما قشعوهش. ديك الساعه داك الرهابينه بداو كيبرقوا في عينيهم وكيشوفوا بعضياتهم، صافي كاينه شي حاجه تما، غيهبطوا اكتشفوا. بداو كيقلبوا على المدخل ديال داك القبو اللي هبط ليه الماء، الجنود الفرنسيين تيقلبوا تلقاو المدخل، فتحوا داك البلاصه ديال الارض، جا واحد
طابق فرنسي هز واحد الشمعه، هز واحد الشمعه فيها ميترو، كتعرف داك الشمع ديال الكنيسه اللي كيكون فيه ميترو طويل في الكنيسه كيبان في الافلام، هذاك الشمعه هز داك الشمعه نعم مولا يشعلها وهو مع الطايق مع الارض في الظلام، وشدوا داك الراهب داك الكبير ديالهم شدوه من كتفه، قال ليه يا بني حشومه عليك، انت دابا ضابط فرنسي وكنتي في الحرب وكتقتل ويديك عامرين بالدماء ديال القتل، وهزيتي داك الشمعه المقدسه، هذيك الشمعه المقدسه ديال الكنيسه هزيتيها بيديك ودنستيها، يا بني دنستي داك الشمعه هو دعاك كتعداو على الدين، علاش هذا الشيء هذا كامل؟ ويشوف فيه داك الضابط الفرنسي بحال ما هكا، ما قال لي لا اباتي لا حتى حاجه، ما قالش يا اباتي ولا، قال لي هي هذا، قال لي حيد يديك، راه انا اللي يديا ما نرضاش تقيس هاد الشمعه ديالكم انتوما الملوثه بدماء الابرياء، الابرياء اللي كتقتلوهم هنايا، انا راه ما نرضاش نهز داك الشمعه ديالكم، قال لي حيد يديك هو الهبط، ما يعطوا معايا الجنود، ما يجبروا واحد الباب، فرعوا داك الباب دخلوا لذاك القبو اللي كاين داك لاكاب اللي كاين تحت داك الارض هذيك اللي مبني فيها داك الكنيسه ديالهم، هما تيلقاو العام ولا الفضائع والكوارث، اشنو لقاو؟ لقاو كيشدوا بنادم كيخشيوه واحد الزنزانه على قد الجسد ديالو، واحد الزنزانه على قد الجسد ديالو كيقبضوه كيربطوه وكيعلقوه وكيعلقوه، وكاين واحد كيشدوه تيقلبوه كيجي هكا عرض ومعلق، وكيبقى حتى كيموت تما وكي واللحم ديالو كيطيح على الارض وياكلو الدود واللي عظام ويبقى معلق، وعظام مازالين مشدودين بالحبوله مازال مربوطين ملاوحين تما، ولقاو شي وحدين مازال حيين مازال حيين، وشي وحدين لقاوهم حماقو تما اصيبوا بالجنون بقاو تما هما مشدودين، وكاينين العيالات والدراري الصغار قالك الاعمار اللي لقاو في داك الدير ما بين 14 عام و 75 سنه، كلشي كيقبضوا عيالات دراري كبار في السن، وكيشدوا النساء يقطعون ايديهن ونهودهن، فهمتيني؟ اها ومنين لقاو داك الاخرين بداو كيبوسوا الرجلين ديال الجيش الفرنسي واليدين ديالو كيبوسوا عليهم قوط الفرحه حيت حلوا عليهم، وبداو دخلوا وبقاو كيشوفوا داك الاماكن ديال التعذيب، الغرف ديال التعذيب كاينه غرفه ديال التعذيب هنا وغرفه هنا وغرفه هنا، كاينه مثلا واحد الغرفه ديال التعذيب فيها واحد الماكينه كيشدوا بنادم كيسرحوه وكيبداو يطردقوا له رجلو، كيطردقوا له رجلو يهرسوا له وكيبقاو طالعين كيطردقوا فيه حتى كيطردقوه كامل وكيولي عظام واللحم مطحون بحال كيولي كفته، هذه التعذيب، كاين عاوتاني واحد غرفه وحده اخرى كيشدوا نعم مولاي بنادم وكيربطوه كيكتفوه وكيدير له واحد الصندوق د الحديد على راسو كيفتحوا له من الفوق واحد الفتحه وكيربطوه كيتبتوه في واحد القنت وكيبقاو يهبطوا له على راسو قطره د الماء كل دقيقه، كل دقيقه كتهبط واحد القطره ديال الماء كدير ليه طاق طاق كل دقيقه، قال لك هاد الاداه ديال التعذيب كتخلي بنادم نعم مولاي كيحماق كيحماق وكيبقى يحماق ويتركل حتى كيموت وهو حماق تمايا، هادي قال لك اصعب عمليه ديال التعذيب، هادي فايته انهم كيشدوا بنادم ويطردقوه، لحقاش بنادم باش كيشدوه يطردقوه كيبدا يتعذب واحد نص ساعه ولا ساعه وكيموت، الاخر لا الاخر حتى تيتسطى، هادشي اللي لقاو في داك الدير، وهادو اللي شادينهم في هاد الدير هذا غا مسيحيين ماشي يهود ومسلمين، لك ان تتخيل محاكم التفتيش شنو كانت كدير في المسلمين اللي كانوا تما واليهود، هادشي لاش قوة الخلعة، هادوك اليهود اللي كاين حاضر منهم باروخ سبينوزا الدين ديالهم قلبوه، الدين قلبوه ولاو مسيحيين بقوة الخلعة من محاكم التفتيش، أرانا نعم سيدي هاد اليهود اللي كاينين في البرتغال غيمشيو لهولندا، بيناتهم الأسرة ديال باروخ سبينوزا، مشاو لهولندا وهما مسيحيين، في هولندا لقاو مناخ ديال الحرية، كاين الحرية الدينية في هولندا، وتلاقاو مع يهود وحدة آخرين، وهما يقلبوا الدين ديالهم المسيحيين، من الديانة المسيحية ولاو يهود، رجعوا للدين ديالهم الأول اللي هو اليهودية، وداروا واحد الطائفة يهودية في أمستردام. هالطائفة اليهودية في أمستردام كان الزعيم ديالها هو جد سبينوزا، جد ديال سبينوزا هو الزعيم ديال الطائفة اليهودية في هولندا في أمستردام، تولد سبينوزا، سبينوزا عنده جوج ثلاثة ديال خوتو، خوه كبير وجوج خواتاتو بنات وهو الصغير، بدا كيقرا سبينوزا وصل 6 سنين ممات باش بالسل،
بقى الاب ديالو خوتو. الاب ديال سبينوزا كان رجل متعصب دينيا، متعصب الدين اليهودي، متعصب بالدين بزاف، وكان تاجر ناجح في امستردام، دار الفلوس ولا لاباس عليه. والمدرسة اليهودية في امستردام كان الاب ديالو هو المدير ديالها على فترات، كل مرة تيكون مدير ديال المدرسة اليهودية. يعني تصور هو الاب ديالو متعصب ومدير ديال المدرسة اليهودية، وجدو هو الزعيم ديال الطائفة اليهودية في امستردام. بدا تيقرا سبينوزا في هذيك المدرسة، كيقرا علم اللاهوت وكيقرا اللغات وكيقرا العبرية وصافي. وكان كيتمنى الاب ديالو ان ولدو سبينوزا يطلع رجل دين، لحقاش خوه الكبير شدو في التجارة والاخر بغا يربطو مع الدين، وخلاه كيقرا نعم مولاي. ارانا سيدي سبينوزا عندو واحد صاحبو سميتو ايريل اكستا، وكيقراو في المدرسة وكي عندهم تشكوكات في الدين، تشكوكات كيبقاو يطرحوا تساؤلات، بما انه باه قال له قرا داكشي بدا تيطرح التساؤلات، وكيبحث على داك الهرطقات ديال الدين وكيبقى يبحث فيهم وتشكوكات. هو ايريل اكستا، الطائفة اليهودية عاقب ايريل اكستا باللي كيبدا يطرح داك التساؤلات وتيسول، وخلاو ايريل اكستا ما يجمع الطائفة اليهودية على ايريل. قالوا ايريل اكستا تيدير تيطرح التساؤلات وتيسول بزاف وفي تشكوكات، وما يخرجوا قرار باللي ايريل اكستا ملحد. خرجوا حتى واحد ما يهضر مع ايريل اكستا حيت ملحد، مشاو عند ايريل اكستا قالوا له انت ملحد، سير الله يعاونك ما تضرش الطائفه اليهوديه، صافي سير الله يعاونك انت ملحد ما معاناش. ايريل اكستا ما فهم حتى شي حاجه، رجع عندهم تيقول لهم انا راه غير كنبحث وغتنسول، ولد دخل مسكين في اكتئاب ايريل اكستا، ما كيهضر معاه حتى شي يهودي، ما كيتسوق ليه حتى شي واحد، كيحتقروه اليهود، فهمتي، تيتعاملوا معاه معامله خايبه، ما تحملش داكشي. رجع عند الطائفه اليهوديه قال لهم ودي راه هادشي ماشي معقول اللي درتو معايا، انا ما درت حتى شي حاجه، وانا بغيتكم تغفروا لي كاع، الا غلطت درت شي غلط ولا شي حاجه معاكم غفروا لي، سمحوا لي سمحوا لي، وانا اي حاجه بغيتوني نديرها باش نكفر على الذنب ديالي نديرها. ما يخرجوا بواحد القرار الطائفه اليهود تجمعوا قالوا شوف ايريل اكستا، الا بغيتينا نسمحوا لك على هادشي اللي درتي غادي دير واحد الحاجه وغنسمحوا. قال لهم دير اي حاجه، قال له غادي تجي النهار اللي غتكون كاينه الصلاه عند اليهود، غادي تجي للباب ديال المعبد وغتنعس على كرشك، غتنعس على كرشك، واليهود باش غيكونوا كيدخلوا للمعبد غيزطموا عليك ويدخلوا، وغادير هاد المساله هادي ونسمحوا لك نغفروا لك باش تبين باللي باش تعلم تحترم الدين، باش تعلم مره اخرى تهضر على الدين، يلا غادي دير هذا الشيء هذا باش تكون تثبت باللي راك انت كتحترم الدين، غادي يصدموا عليك باش يدخلوا للجامع، يدخلوا لذاك المعبد يصليوا فيه، فهمتي، معبد اليهودي. جاء ايريل اكستا هو ينعس نعم مولاي على كرشو، وتيجيو داك اليهود كيصدموا عليه ويدخلوا، واحد كيصدم عليه، واحد كيمسح صباطو في ايريل اكستا، واحد كيركلو، واحد كيبزق عليه وكيدخلوا، اللي كيسوى واللي ما كيسواش كيصطم على ايريل اكستا. ايريل اكستا ما تحملش داك الوضع، عاد زاد مكتئب كثر وحس بالحزن وحس بالمدله، شد نعم مولاي ايريل اكستا مشى للدار، شد فردي عمر قرطاسات يرا فراسو، مات ايريل اكستا، انتحر انتحر ايريل اكستا. سبينوزا سق الخبار، ساق الخبار ويطرى تخربق سبينوزا، ما حملش الوضع، قال كيفاش يعني طرات ليه واحد الازمه، كيفاش ان الدين خلانا نقتلو واحد، نقتلوه بسبب الدين، علاش هذاك يتقتل؟ وعاد سبينوزا ما زاد تمجهد، ولا كيطرح حتى هو التساؤلات، ما بغاوش هما يخسروا مع سبينوزا، علاش؟ حيت سبينوزا جدو هو الزعيم وباه هو المدير ديال المدرسة، هما يأملون أن سبينوزا يكون رجل دين، كيقرا التلمود والعبرية، وحتى كنتسناوك تكون هو الرجل ديال الدين ديالنا، هذا شي طرح التساؤلات، كيطرح التساؤلات، صافي وما يقفروها معاه، بواه، جي عنده بواه، قال ليه هضرة وحدة، قال ليه ما أنت ولدي ما أنا تنعرفك، أنا باري منك، سير الله يعاونك، تبرى منه بواه. هو تيقري واحد النهار في ديك المدرسه اليهوديه، كيقري واحد التلميذ ديالو، هو تيقريهم داكشي وتيشرح ليهم داكشي ديال الدين، فهمتي، لحقاش دابا سبينوزا كيكتب في الدين وكيكتب في السياسه، صافي.
هو ينقص واحد التلميذ ناض ناض هكا على غفله ويقول ليه استاذ شتي انت استاذ انت دوده استاذ انت دوده انت دوده. سبينوزا شاف فيه ما فهمت شي كيقول ليه دوده دوده كيفاش دوده فهمتيني ويقول ليه انت دابا كتقول لنا هاد الهضره هادي وانت تدينا استاذ فهمتيني وانت ملحد وانت دابا شنو كون اللي كيقول لنا بلي داك الفلسفه ديالك وداك الهضره ديالك بلي هي الصح زعما داك الناس كاملين اللي كانوا قبل غالطين جي نتايا انت غتقول لنا الهضره صح هاد الفلسفه اللي انت دابا جيتي لنا وكتقول لنا راه كانوا فلسفات قبل شكون كيقول بلي هاد الفلسفه ديالك هي اللي صح اللي هي كدوي على الدين فهمتيني وبدا كيعاير فيه سبينوزا كان فيه ما مرمق على بواحد التمرميقه علاش حيت سبينوزا جدو هو الزعيم ديال الجاليه بقى ساكت سبينوزا خلاه حتى سالا الهضره ديالو ولي صافي سالي شي هضره ديالك دابا قال لي دابا نتايا انت اللي كتقول الفلسفه ديالي واش انا صح ولا غلط اه انت دابا داك الدين ديالك واش نتايا صح ولا غلط شكون اللي قال لك بلي الدين ديالك غلط وداك الدين الاخر هو اللي صح ولا الدين الاخر هو اللي صح فهمتيني وجاوبوا سبينوزا بواحد الاخلاق بواحد الهدوء حيت عنده واحد الفلسفه اخلاقيه سبينوزا هو الفيلسوف الوحيد اللي كيطبق داكشي هي الفلسفه ديالو عليه فهمتيني غادي دي غوردي هاد الهضره ديال سبينوزا خلات الجاليه اليهوديه يتفقوا عليه قالوا له شوف سبينوزا انت دابا كتكتب في الفلسفه وانت واقف ضدنا وحنا دابا المسيحيين كيشوفوا فينا وحنا قلالين دابا في هولندا والمسيحيين انت دابا كتشري الصداع مع المسيحيين وكتشوه بينا وهاد الهضره هادي ماشي معقوله زعما انت كنتمناوك تكون رجل دين ديالنا وانت خرجتينا من الجلب قالوا شوف حنا غادي نعطيوك واحد المبلغ شهري فلوس بزاف نعطيك واحد المبلغ شهري شرط واحد انك تسد فمك ما تبقاش تهضر وانك تجي للمعبد غوقف جي غدخل غير وقف ما تصلي ما دير حتى حاجه غوقف وسير في حالاتك ما دير حتى حاجه ما بغيناكش حتى تفتحنا هاد الفضيحه هادي سبينوزا والو قال لهم ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء انا غادي نكتب واي حاجه جاتني شي شكوك غنقولها وغنكتب في الفلسفه بقاو تيشوفوا تيشوفوا ما لقاو حتى حل جا واحد خونا هز واحد الخنجر هز خنجر بغى يضرب سبينوزا يقتلو ما ماتش سبينوزا تبارك الله عنده واحد الكباري ضربو غا جرحو ما قتلوش زقلو برا سبينوزا ما لقاوش اليهود شي حل مع سبينوزا باروخ سبينوزا هما يتجمعوا رجال الدين كاملين ديال الطائفه اليهوديه تجمعوا وغادي يلعنوا سبينوزا واحد اللعنه كبيره تجمعوا كاملين داك المعبد ديالهم بقاو كيلعنوا فيه يا سبينوزا سير الله يعطيك ويعطيك ويعطيك وي... ماشي زعما هما مشاو يطلبوا له الهدايه الله يهديه بحال دابا المسلمين المسلمين كيقولوا الله يهديه شي واحد مثلا خارج يقول الله يعفو عليك الله يهديك الله يرجعك للطريق لا دو في لعنه اللعنات وخرجوا واحد القرار باللي حتى شي يهودي ما يهضر مع سبينوزا وحتى شي يهودي ما يقرا شنو كيكتب سبينوزا وحتى شي يهودي الا يشوف سبينوزا على 7 متر على 7 متر يهرب داروا له واكثر من ايريل اكستا داروا له واحد النبذ فهار على ايريل اكستا الاب ديال سبينوزا مات سبينوزا مع داك النبذ مشى عاش مع المسيحيين مشى لامستردام مع المسيحيين في السطح كرا واحد البيت في السطح بحال كتلقى بيت في السطح وكوزينه بحال ما هكا خدا واحد البيت وكوزينه في السطح سبينوزا وريح نعم مولاي كيقرا الفلسفه ديالو دبر على واحد الخديمه في النضاضر كيصوب داكشي النضاضر داكشي ديال التيلوسكوب ديال القراصنه هذاكشي باش خدام خدام في مجال ديال العدسات صافي كيخدم الخدمه ديالو منين مات خوه هو اللي شد الميراث ديال بواه مات خو سبينوزا بقى الميراث ويرجع سبينوزا باش ياخذ حقه في الملك ديال بواه رجع ويلقى اختو غا جا للدار اختو هي تعيط للمسيحيين قلت له ما جيو راه جا داك اللي كيكتب في الفلسفه اجي وديوه قتلوه ولا شوفوا شنو ديروا له راه تي هذا راه فيلسوف عندنا هنا ورفعت عليه دعوه باش يخرج بحالاته هو يرفع عليها دعوه قال لها انا بغيت حقي حقي في الملك رفع عليها دعوه في المحكمه بالفعل قدر انه ينجح في المحكمه وعطاوه حقه في المحكمه في هولندا
جا للمحكمه واخته، المحكمه قالت له هاك حقك سبيرونس ديال الفلوس ديال باك، راه من حقك هذا الشيء هذا، نجح قدر يغلب اختو. المحكمه عطاتو النصيب ديالو ديال الفلوس، ويقول لهم انا بغيت ندير تنازل لاختي. يعني داك الفلوس كامله اللي عطاتو المحكمه قال لهم هذا التنازل، اختي بغيت ندير لها التنازل. جات المحكمه قالت له انت مالك على هاد الروينه هذه، رافع دعوه على اختك وباغي حقك وخاصك حقك، ودابا تنازلت على حقك، علاش درتي هادشي كامل؟ قال لهم انا ما بغيت لا فلوس لا حتى حاجه، انا اللي بغيت بغيت غير نحقق العداله، انا بغيت العداله تنزل ناخذ حقي، يعني بغى هو تحقيق العداله فقط. قال لهم ما الفلوس مالي ما ندير بالفلوس، ها كي فلوس ها فلوس ها فلوس تنزل لك عليها، نزل الاملاك على اختو، رجع في حالته، بقى تيكتب وتيكتب الرسائل الفلسفيه الى اخره وصافي. وجا واحد الوقت هو يرحل من داك المدينه ديال امستردام، صافي خرج في حالاته، مشى باش يعتكف باش غيكتب واحد الكتاب في واحد المدينه واحده اخرى، وتلاقى مع واحد الفلاسفه واحد اخرين، بقاو كيديروا حلقات فكريه وكيناقشوا الفلسفه، وبدا سبينوزا كيتشهر شويه بشويه، وتيعرفوا العالم بالاخلاق ديالو، وكيعاودوا باللي سبينوزا كان طيب، كان عنده واحد الاخلاق رفيعه، ما كانش شخص خايب ولا شي حاجه، كيتعامل بواحد طيبوبه مع الناس اللي كيعاودوا عليه، وتشهر. وجا عنده واحد السيد لاباس عليه، مليونير عنده الماير ديال الفلوس، جا عند سبينوزا قال لي انا معجب بك سبينوزا وبهاد الكتابات اللي كتكتب في الفلسفه، قال لي انايا بغيتك تشرفني، بغيت نتبناك، بغيتك تكون ولدي، انايا ما عندي لا اولاد لا والو، وعندي بزاف ديال الفلوس، بغيتك تشرفني باش تورث هاد الاملاك كامله اللي عندي تورثها نتايا. قال لي سبينوزا لا، قال لي ما لا انا ما خصنيش هادشي، وصافي بقى هكاك حتى داك الراجل قرب يموت، هو يعيط على سبينوزا، قال لي شوف سبينوزا انا دابا الاملاك موجوده، انا بغيتك تاخذ هاد الفلوس كامله، تاخذها ديالي، خذها بغيت نكتبها في سميتك صافي. سبينوزا ناض قال له ما بغيت حتى حاجه منك، ما بغيت لا ريال لا حتى حاجه. قال له هاد الفلوس هادي كيستحقها خوك، كان عنده واحد خوك، قال له الفلوس خص خوك ياخذها، ماشي انا اللي ناخذ هاد الفلوس هادي، من حق ديال خوك. وبقى معاه بقى معاه تقنعو تقنعو بان الفلوس خصو يخليها لخوه. مات داك السيد، بالفعل خلى الفلوس لخوه. جا الاخ ديال داك السيد دوا مع سبينوزا، قال له انت هاد الهضره اللي قلتي معقوله، وخليتي خويا يكتب لي هاد الاملاك ديالو كامله، وانا بغيت نتعامل معاك سبينوزا، نعطيك غير واحد النصيب ديال الفلوس شهريا من عندي، بزاف ديال الفلوس شي 10 ديال الملايين، قال له نعطيها لك شهريا باش تعيش سبينوزا وصافي، ما بغيتيش تولي مليون باش تعيش. سبينوزا قال له لا، بقى معاه بقى معاه حتى قال له صافي عرفتي شنو، ناخذ من عندك غير 3 ديال الملايين شهريا، هي اللي خاصني باش نعيش، انا بغيتها باش نعيش. سبينوزا ما كيقلب لا على فلوس لا على هو، ما بغيش الفلوس، ما بغيش الفلوس، انا تيكتب في الفلسفه والافكار، وكيجيو عنده الفلاسفه وعنده اخلاق رفيعه، فهمتيني، وكيكتب. وهذا الشيء ماشي زعما سبينوزا راه ما كيتهلاش في راسو وما كيستمتعش، لا كيعيش كيستمتع مع الاصدقاء ديالو في المقهى، وكيمشي للمسرح وكيشوف المسرحيات، وكياكل ماكله زوينه، ويمشي للمقاهي ويتعرف على الناس، عايش الحياه ديالو سبينوزا باخع، ولكن القرايه نعم ولاد. صافي جا واحد الوقت فين كتب الكتاب ديالو ديال الاخلاق، مات سبينوزا وهو في العمر ديالو 45 عام، مات صغير، كيشكو في الموت ديالو انه مات مسموم، ان قتلوه اليهود ولا شي حاجه. في الدار ديالو اللحظه اللي مات، مشاو للدار ديالو لقاو صافي سبينوزا مات، ولقاوه داير واحد الرساله في واحد الماريو كاتب فيها هنا يوجد كتاب الاخلاق، واحد الكتاب كتبو وما خرجوش، علاش؟ لحقاش داك الشيء خطير في ذاك الوقت، كانوا غادي يكتبوا والكتب ما كيخرج بحال ديكارت، تا مات عاد كيخرجوا الكتب ديالو. سبينوزا تا هو تا مات، عاد جاو صحابو هزو داك الكتاب ديالو ومشاو طبعوه، تا مات عاد تطبع وتنشر داك كتاب الاخلاق، وهو من الكتب الاولى في اوروبا حاليا، فهمتي، هو كتاب تاع الاخلاق. طبعا الكتاب ديالو تمنع ديك الساعه، والكتاب ديالو كان ممنوع، الكتاب الاخلاق ما تقرب ليش، ما تقراهش، تقراه مشيتي، علاش؟ كيكتب هو في الدين وفي الفلسفه. انا غنقول لكم شنو تيقول سبينوزا في الدين باش هما ضدو.
سبينوزا العام مولاي بالنسبه ليه الله. الله شنو هو الله بالنسبه لسبينوزا؟ كيقول لك سبينوزا الله موجود في الطبيعه، الله موجود في شنو تنشوفوه في الطبيعه، تما فين كاين الله سبحانه وتعالى في كل، يعني بالنسبه ليه الله هو الطبيعه، هو الطبيعه هي الله، كل شيء هو الله، والقوانين ديال الله هما القوانين ديال الطبيعه ديال الرياضيات وديال الفيزياء ديال الجاذبيه ديال الحراره، هذا هو القوانين ديال الله. والاديان، الاديان بالنسبه لسبينوزا اشنو هي الاديان؟ قال لك الاديان كامله جات فقط تفسر وجود الله اللي هو كاين، كل دين كيفسر بالطريقه ديالو، ها البوذيه ها ها المسيحيه ها اليهوديه، هذوك الاديان كاملين كيفسروا وجود الله فقط، هي فقط اجتهادات. هذا الشيء علاش دابا سبينوزا ما متبع حتى شي دين، ما متبع لا هنا لا هنا لا هنا. واحد المره سولوا البرت اينشتاين، كان البرت اينشتاين في واحد المقابله وما يسولوه، قالوا لي دابا انت اينشتاين شنو كتعبد؟ من هو ربك اينشتاين؟ اينشتاين قال لهم الاله ديالي هو اله سبينوزا، اله سبينوزا هو الاله ديالي، ما قال لهم تابع حتى هو حتى شي دين، فهمتيني؟ هادشي علاش كيسميو بزاف باش كتقلب على العلماء تيقولوا الملحدين، واش فهمتيني؟ دابا نتايا مثلا غتقدر مثلا شي واحد كيتبع سبينوزا حتى هو يولي بحال سبينوزا، ما يصلي ما يولي ملحد ولا شي حاجه بحال ما هكا. مثلا هوكينغ العالم الفيزيائي اللي كيبحث على الحقيقه الحياه ديالو كامله، ملحد، مات وهو ملحد. دابا انت بلا ما غادي تفكر غتقول هو سيدي، هذاك السيد راه فكر وبدا تيفكر واكتشف ما كاين حتى شي حاجه حتى شي حقيقه، وتا هو ملحد، وزيد حنا نوليو ملحدين بحالو، راه فكر حنا ما نحتاجوش نفكروا. غنقول لك دابا انت شفتي غير هذاك، راه كاين واحد الناس واحد اخرين وعلماء اخرين قراو جميع الكتب، قراو الكتاب ديال الاخلاق ديال سبينوزا كامل، وقراو الكتب ديال ديكارت، وقراو جميع الابحاث، قال لك قراو 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 بحثوا على كل شيء، وفي الاخر اكتشفوا بلي الدين ديال الاسلام هو اللي كاين، فهمتيني؟ ولاو شنو؟ مسلمين، وعندهم الايمان ديالهم قوي، واش فهمتيني؟ ما كيأثرش عليه. دابا كاين شي واحد مع الاسف اللي غيشوف مثلا هذا الفيديو هذا واللي غيقرا الافكار ديالها تلقاه ملحد، واحد جوج ثلاثه ملحد، علاش؟ حيت الايمان ديالو ماشي قوي، حيت كيتزعزع. مثلا غا سبينوزا كان مع الفلسفه ديال ديكارت، الفلسفه ديال ديكارت ان العقل والجسد منفصلين، جا سبينوزا حتى هو اتفق مع ديكارت، واحد شويه يتقلب قال لي لا انا ما بقيتش متفق مع ديكارت، العقل والجسد متحدين. يلا واش فهمتيني دابا القالب ديال الالحاد كيفاش بنادم تيولي ملحد بحال من هذا الشكل هذا؟ دونك الكلمه ديال الايمان، سطر على كلمه الايمان، الايمان قوه الايمان، الا كان شي واحد الايمان ديالو قوي راه حتى شي حاجه ما تزعزعو، لا سبينوزا لا حتى شي حاجه، خصك تكون عام مولاي ثابت ويكون عندك الافكار ديالك ويكون العقل ديالك وتكون اكت اناليزي، ما تكونش كتبع اي واحد، ما تتبعش اي واحد. هادشي اللي كاين اصدقاء وصافي. كنظن وعاودت لكم قصه سبينوزا وعلاقته بالاديان، هو تيكتب في الدين والسياسه، حنا شدينا غير الجانب الديني ديالو. هادشي اللي كاين، الى قصه اخرى. شكرا لايك لايك سبسكرايب اي باي باي، قولوا لي شي علماء نقول لكم القصه ديالهم ونعاودها.